بكم في مارسي. انا سامي وهذا صديقي عبد الحميد. نعرف اصحاب من بكري. عندنا حاجه برك نفرقوا فيها اللي هي السياسه. هو ينتمي الى جهه وانا ننتمي الى جهه. ما في الاخر نبقاو ديما اصدقاء ونحبوا بعضنا وعايشين مع بعضنا والحمد لله والحمد لله يا رب. السلام مرحبا بكم. انا عبد الحميد عياري من مكثر من اولاد عيار. تحيه لاولاد عيار اولاد بلادي. بعد من سكان حي انطلاقه ونعيش لهنا في مرسي. ومن اعز اصحابي هو سامي. نعرف بعضنا من اللي في تونس وخدمنا التجاره غادي وبعد قدره ربي جابتنا لهنا. وانا كي نحب نهارش سامي نجبده على السياسه خاطر احنا مختلفين. نحب نضحك شيخ على سامي كيف بدا يسب ويعارك. نقول له كلمة وكا هو نخليه يتسيب هكاك ونبدو برشا شيخين. والسياسة رانا عاملينها ضحكة احنا وراهم ما يعنونا حتى شيء. ولا لا غالب كل واحد عنده أفكار ونحبوا بركة البلاد تتصلح. ما ساعات نعملوا منها نكتة احنا السياسة ما على بالناش بها. احنا لهنا فهمني نخدموا على رواحنا الحمد لله ونسكنوا جيران ورمضان كامل مع بعضنا. وحتى في الأيامات العادية الضحكة نلقاوها مع بعضنا ونسافروا ونتحركوا مع بعضنا. وبجاه ربي الشباب يرخفوا عليه شويه. هنا راه تمشي لهولندا يعرضك الشعب شارع كامل يعرضك يضحك. تقول شبيهم يضحك وراك تستغرب فهمتني ولا ايه؟ ولا كيما نحكي معاك راه شارع يعرضك يضحك. اخي تقول يضحكوا علي ذاك تعمل هكا هكا ما تشوف حتى شيء. تعرف اللي هما الشعب الدوله بتاعهم خلتهم يشيخوا ونحن مازال يتحكم بمليون وعام معناتها طلبه مساكن فهمتني يدق تقولوا مستقبله يخسروا في مستقبله ولا تلميذ وما يتعديش الباك على خاطرك استنشق. شنو استنشقت يا اخي؟ اخي هو جاي من غادي نشمه ما عنديش فيه الحق فهمتي نتعدى انا يعني 6 شهور وما نعرف شنو يزينا فهمتي من الافكار هذه. اهلا بيك عسلامة. مرحبا بيكم في مارسي شرفتونا ومرحبا بيكم. قداش عندك في مارسي؟ عندي تويكا عامين ونص. عامين ونص في مارسي. قداش عندك اللي غادرت تونس؟ 3 سنين. ما قبل كنت نعيش في ايطاليا. عندي 18 سنة في ايطاليا وبعد روحت لتونس. جيت شوية فلوس معايا عملت بروجي في تونس. عديت بيريود طويلة في تونس عملت بروجي ما مشاليش وليت اضطريت باش نعاود نرجع ونعاود من الاول جديد. عاودت سافرت لفرنسا هذيك من نقولوا احنا الغربة الثانية عندي فيها عامين ونص. شو الحاجة اللي ما خلتش المشروع تمشي؟ والله بالنسبة لتونس أولا أنا المشروع نتاعي بديته في 2010 في 2010 2011 جات الثورة، الثورة المباركة كما يروجوا بعض الإخوان. ملي صارت الثورة الأمور ولات تمشي ماشية بالتوالي. ما عادش نجموا نخدموا كما نحبوا خاطر من بعد الثورة صار كل الانفلات. ألوغ ولات باش نعطيك مثال أنا نخدم عندي شركة. عندي شركة عندي ديزامبو خلص فيه عندي بيلو آخر العام عندي أسيرونس عندي خدامة نديكلاريهم سي ان اس اس يعني كل شيء ديكلاري. وفما ناس من بعد الثورة اللي هما احنا نقولوا احنا دورجية اللي يخدموا دوزيام ما هذوكم لا رقيب ولا حسيب يفلقوا كما يحبوا هما يعبي كرهبته ويخرج يفلح كيما يحب هو. لا عنده لا باتين نتاع خلاص لا عنده خدامه لا عنده سي ان اس اس ما عنده حتى شيء. لو راه لو قدام باللي باش يبيع هو ديما رابح. انا ما يساعدنيش انا كيكي انا يلزمني فما اسوام معينه لازمني نبيع بهم باش نلقى روحي باش نغطي الشارج نتاعي. يجيك هو الدوارجي انت تحط مارج 300 فرانك يجي هو يحط 150 فرانك خاطر هو ما عندوش حتى شارج.
ويساعده هو خير مني انا، يعني تحط 150 فرانك هو البينيفيس كله في جيبه رابحه هو. ما انا كي نحط 300 فرانك عندي 200 فرانك ماشي شارج، و100 فرانك لي انا، على كي نخرج للسوق باش نبيعه هو يبيع ويروح وانا ما نبيعش، خاطر هو اسوامه اقل مني انا. وهالدوارجيه هذوما لا حسيب ولا رقيب ولا رقيب، وغياب المراقبه بتاتا، وحتى كان فما مراقبه ماك تعرفوا المراقبه خذ وهات في تونس، يعني اعطيني وبرا اخدم على راحك. حشيلوا الثوره ضرتنا برشا، ضرتنا برشا، وهي السبب في تدمير برشا مشاريع في تونس، خاصه اصحاب المشاريع نروح للمتوسطه، رجال اعمال المتوسطين ضروا برشا، دخلوا في متاهات نتاع الشيكات ام بي. كما انا مثلا عندي برشا عباد مسيبها بالشيكات، يعني ما خلصونيش. الوغ انا زاد اضطريت باش نرجع الشيكات نتاع شركات اخرين، يعني سلسله مربوطه ببعضها. انا نستنى فيك انت باش تخلصني باش نخلص الاخرين، ما خلصتنيش انت انا ما خلصتش الاخرين. الوغ دخلت بعضها تراكمات نتاع الديون، الشيء اللي خلاني نضطر باش نسكر ونعاود نهاجر مره اخرى للخارج. تويكا الوقت الحالي الوضع في تونس ما يسمحش باش الانسان باش يعمل بروجي ولا باش يعمل انفستاسمون تاع فلوس، برشا فلوس، يعني يحط برشا فلوس، يعني راهو باش يخسر، سير مو باش يخسر، يعني ماهوش باش يربح، فماش حتى حاجه تشجعك، حتى الاستقرار الامني مازال مش واضح في تونس. ما تنجمش تحط فلوس وتستنى منه حاجه، يعني ما اللي باش يعمل بروجي في تونس ريسك يعني. قداش عندك ما غادش تونس؟ ما عندي تو 3 سنين ما غادش تونس. والله مبدئيا تويكا خاطر كانت عندي قبل الإقامة الإيطالية، الإقامة الإيطالية وفات، تويكا صاب دوسي يعني باش ناخذ الإقامة الفرنساوية إن شاء الله على قريب. ومن بعد ان شاء الله وقت يسار ربي يعاود يرجع الواحد يروح البلاد، باش يروح فاكونس، ما عادش باش يروح كما قبل، كما خممنا قبل وروحنا وهزينا برشا فلوس وعملنا مشاريع في تونس وخدمنا برشا عباد. تويكا لا، باش الواحد يروح فاكونس كما الناس الكل ويعاود يرجع يخدم على روحه كما الناس الكل. اشتر العباد يجي يكلمك حاجه، عندك 15000 ما تخليش يحكي، عندك 15000 هربه على الشيكات، عندك 15000 ما يحكيش، ما عنده ما يحكي، عندك 15000 هرب على الشكل، ولادهم صغار، ولادهم صغار، فهمتي، فما ناس محرومه من صغارها، الغادي شنعدي لك، فهمتي ولا لا، يلزمك تبكي معاه انت كلي محروم من صغار، ولادهم طايشين وهم طايش في بر على خاطره هارب مسكين باش ما يتحكمش برا 450 سنه حبس. هذه دولة فهمتي على خاطر شيك معاملة بيني وبينك، ما خلصتكش ولا ما خلصتنيش ولا ما قدرتش أنا ولا ما قدرتش أنت نتحكم برا 400 سنة حبس. العباد تركي فما صغار وصلوا كبروا 10 و12 سنة وما يعرفش بوه، شوف فيه على الكاميرات، فما شكون فهمتي، باش نحكي لك الشيء اللي يحكي فيه الكلام اللي قالوا تدمير البلاد وتدمير القطاع الفلاحي وتدمير القطاع السياحي وتدمير القطاع التجاري، صحيح تدمر، اما دمرته الناس اللي ساند فيها هو، كما سيف الدين مخلوف وكما حركه النهضه وكما اتحاد تونس وكما نداء تونس، اللي هما حكموا البلاد لمده 11 سنه، هما اللي دمروها البلاد. سيف الدين مخلوف هما اللي شردوا الشعب هذايا، اللي تويكا مهاجر في كل بلاصه، اللي جاي من الشريه واللي جاي على البحر نقدروا واللي جاي على الريم واللي بايع داره من مصلحه الشعب، ماهمش ليه هو، الناس اللي قاعد يساند فيها هو، الناس اللي يساند فيها هو، هم اللي دمروا تونس. ماهوش قيس سعيد عنده عام رئيس شرعي، وعنده عام رئيس شرعي قاعد يسير في البلاد وقاعد يخلص في الديون اللي هو التراكمات نتاع الديون اللي نتاع السياسيين اللي شدوا البلاد قبل، قاعد يخلص فيهم. قيس سعيد من نهار اللي شد الرئاسه تونس ما خدتش حتى فرنك قرض، قاعده تسدد في الديون نتاع المجرمين اللي حكموا البلاد 11 سنه ودمروا القطاع الفلاحي ودمروا السياحه ودمروا التجاره ودمروا كل شيء. السيد هذا ينتمي الى السيد سيف الدين مخلوف،
الحق باش يدافع عليه، الحق باش يدافع عليه. باش تزيد نحي اللي انا ما ندافع على حتى حد، انا ندافع كلش على تونس. انا ندافع على تونس، انا ندافع على تونس. انا انسان وطني، نحب بلادي، وطني عشمين، نحب الوطنيين. وقايس سعيد وقايس سعيد وطني، يحب بلاده. لا سيد قيس سعيد كان حاب يبيع قضيه ربع قضيه، راهو لبالهم طلباتهم، وراهو عايش في القصر الطفل المدلل، واللي يطلب ياخذ، وكراب وبذخ، وعائلته راهي تكسب لهنا كيما عملوا هما. نصف الشاهد هاو يكسب في نيس وفي 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 باريس، وعايشين بذخ ما نحكيلكش. هذا كله باموال الشعب، باموال الشعب التونسي، باموال الشعب البسيط الفقير اللي مسكين توا شردوه، اللي مات في البحر، واللي مات في سربيا، واللي يعلم به ربي لهنا يبات تحت الحيوط. هذا كله من السياسه الغالطه ومن حركه النهضه المشعوذه اللي جات لتونس ودمرت البلاد وخربت البلاد، وما خدمت كان مصالحها، وما خدمت كان اولادها. دمرت القطاع الفلاحي، دمرت السياحه، دمرتنا احنا كشعب تونس. ما عادش حاب يروح لها البلاد. بلاش حكمت حركه النهضه، شنو اللي النهضه حكمت عامين، النهضه عامل يعني العرب، النهضه حكمت 11 سنه وعام الجبال وعملت اخطاء وتستاهل اللي هي فيه، تتحكم في كل شيء، في كل شيء تتحكم. يستاهلوا وقت اللي عندك، فهمتي، ولا القاعده جماهيريه. انا اخويا مساند السيد الرئيس قيس سعيد، ربي يحفظه، ربي يحفظه مع المجرمين، ربي يطول في عمره، ربي يطول في عمره. كما انا سمعتك، ان شاء الله تونس، ان شاء الله تونس. انت باش تسمعني، كون فهمتي، ولا صدرك راه حب. ان شاء الله تونس، كم ان شاء الله تونس، ها ان شاء الله تونس ربي يحييها، فهمتي، ولا يا ربي. وتونس ان شاء الله تونس ربي يعفيها مع المجرمين هذوما، في سيف الدين مخلوف اللي يخدموا ضد الوطن بتاعهم. مجرمين برا، سيف الدين مخلوف، بالنسبه لسيف الدين مخلوف، اعتدى على الدوله، واعتدى على الامن، او على امن الدوله، واعتدى على الرئيس. خويا اللي عمل يتحاسب، الشيء اللي عمله سيف الدين مخلوف، لو عمل اقل منه مواطن عادي بسيط راهو شد الحبس. سيف الدين مخلوف استغل نفوذه اللي هو عضو مجلس النواب، وحب يتعدى على امنيين في الديوانه، وحب يعدي امراه اللي هي ريشارشيه اس دي سيت، يعلم بها ربي شنو عادة، ويعلم بها ربي علاش ممنوعه ما تخرجش، على خاطرها مجرمه. يجيش سيف الدين مخلوف يحب يسافرها بالسجن. نجموا نتناقشوا في الوحيد. الوغ ما كان سيف الدين مخلوف في الحبس، السجن. توا بالنسبه لتونس كلها اس دي سات بوزرتها بالقديم بالجديد وكلها. خاطر بسريك، خاطر بسريك. يداوي، فهمتي، ما يحطوا واحد اس دي سات لما يكون عامل عام. البلاد مسكره تو كي حكت الطماطم، برا امشوا في الظهر، لا دول حابه تتعاونكم، لا ما لقيتوا حتى حل، قعدتوا تبيعوا في الحديث، هاي الفلوس جايه ما جتش، هاو ما حشتاش من الفلوس. احنا عطينا الفلوس، انت لهنا ما حشتش من الفلوس، رجعوا لنا فلوس، رجعوا لنا فلوس، يبكي تحت الحيط، رجعوا لنا فلوس. 12000 مليار خذوهم، ما نعرفوش وين مشاو ال 12000 مليار. الحكومه هذه النهضه ومشتقاتها ماخذين 12000 مليار قروض، ما عندهم حتى اثر، شنو عملوا بهم؟ الله اعلم. عندكم كفاءات، عندكم الاكسيد، الكاسات ما عملوا حتى كياس باش تجبرهم لكم كما هي فلوس، حتى كان عملوا قاعدة مخالفات تاع بن علي. في بالله جا ربي، هاو عنده عام تدمروها الدنيا الكل. الحاجه الوحيده اللي عملوها عزلوا الوظيفه العموميه بماليهم، مش باش يفهمنا حتى واحد. الوظيفه العموميه عندها سير شارس، حتى واحد مش يفهمنا. وكل اداره عموميه تلقى قدامها اسطول كراهب، عنده اكثر دليل، خاطر اكل الاساتين نتاع الكراهب اللي تعمل تصير فيها، يصير فيها تماكميك ويصير فيها الترافيك. هذا هو شنو عملت حركه النهضه